كل مشاهدي قناة الأهلي برحب بكم طبعا في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا أخبار كتير عن النادي الأهلي وكمان أخبار محلية وأخبار عالمية وفي جولة أكيد في السوشيال ميديا، ويكون كمان ضيفنا النهاردة الأستاذ عادل أمين الناقد الرياضي الكبير في الأهرام. طبعا زي ما احنا عارفين إن الفريق إن شاء الله هيكون عنده لقائه القادم قصاد كوناكري، ووصل فعلا امبارح لكوناكري عشان يواجه ويا كوناكري الغيني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. الفريق هيتمرن إن شاء الله بعد حوالي ساعة من دلوقتي أول تدريب لي في هرايا، بعد طبعا ما فضل الجهاز الفني إن هو يكون تدريب امبارح تدريب استشفائي بس بعد رحلة طبعا كانت شاقة جدا بالنسبة لفريقنا. الرحلة دي استمرت حوالي 11 ساعة. إن شاء الله المباراة هتكون بعد بكرة يوم الجمعة 6 بتوقيت القاهرة على ملعب 28 سبتمبر في العاصمة كوناكري، والاستاد ده كمان بيسع ل 28 أو عفوا 16 ألف مشجع، واستقبل آخر ماتش ليه أو آخر مباراة للمنتخب الغيني وكانت قصاد أفريقيا الوسطى. هنتكلم طبعا عن كل حاجة وهنقل لكم كافة أخبار البعثة هناك، وده هيكون إن شاء الله عن طريق مراسلنا كريم أحمد المرافق دلوقتي للبعثة. كمان أنتوا تقدروا تشاركونا النهاردة خلال حلقتنا عن طريق الإجابة على سؤال حلقتنا، مين هو اللاعب اللي في النادي الأهلي بتتوقع أن هو يتألق في مباراة هرايا كوناكري؟ مستنية إجاباتكم ومشاركاتكم على صفحاتنا الرسمية على الفيسبوك تويتر وإنستجرام. هنبتدي حلقتنا كالعادة بأهم العناوين. الصورة النهائية للائحة الأهلي الخميس. الفريق الأول يبدأ تدريباته في كوناكري استعدادا لمواجهة هرايا. كارتي روم يحذر نجوم الأهلي في كوناكري، الهدوء مطلوب والاعتراض ممنوع. المدير الفني يستقر على غالبية تشكيل هرايا والجبهة اليسرى بين أشرف ومعلول. الأهلي يطلب من اتحاد الكرة للمرة الثانية إقامة مباراة هرايا بملعب السلام. جلسة طارئة في اتحاد الكرة بسبب أزمة فالجارو. أجيري يضم 28 لاعب في معسكر الفراعنة قبل مواجهة سوازيلاند. قبل بقى نبتدي فقرنا ونبتدي حلقتنا في كلام في الميديا، لازم الاول نروح لغيني عشان نطمن طبعا على بعثة الفريق الاول هناك مع مراسلنا كريم احمد. شكرا ليك شيماء، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان من العاصمه كوناكري بغينيا، حيث مباراه النادي الاهلي وحورية كوناكري الغيني في دور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. لو بنسترجع سريعا كل مدار خلال اليوم الماضي، رحله السفر اللي استغرقت 11 ساعه حتى الوصول هنا الى غينيا، يمكن انطلق النادي الاهلي ببعثته مع قائد البعثه طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي معالي الوزير العمري فاروق، اللي انطلقت بعثه النادي الاهلي الساعه 8 صباحا من مطار القاهرة، ثم 4 ساعات حتى الوصول إلى المغرب العاصمة كازابلانكا، من بعدها مباشرة إلى غينيا 5 ساعات أو 5 ساعات ونصف رحلة يمكن وصلت إلى 11 ساعة. لكن في البداية حابين نوجه زي ما قلنا كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توفير الطائرة الخاصة اللي نقلت بعثة النادي الأهلي ولاعبي والجهاز الفني للنادي الأهلي. أمر فنيا بيبقى ليه يمكن مميزات كثيرة جدا، أمر كمان بالنسبة لراحة اللاعبين والجهاز الفني، بدون طائرة خاصة الأمر كان هيبقى صعب جدا، الرحلة كانت ممكن تصل إلى 19 و20 ساعة، وكمان هيبقى فيه 2 ترانزيت أو 3 ترانزيت، فأمر كان هيكون شاق وصعب. وزي ما أنت عارفة وكل جمهور النادي الأهلي عارف يمكن تلاحم المباريات الكبير اللي بيقابل النادي الأهلي بالنسبة للبطولة الأفريقية والبطولة العربية وأيضا كمان بطولة الدوري العام، فكان قرار رائع ومميز من مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكيد بنتمنى في الآخر خالص يكون الفريق والجهاز الفني هدفه الوحيد هي الرؤية الفنية والتركيز بشكل خاص في مباراة النادي الأهلي وحورية كوناكري
نكري الغيني. امر هام كمان حابين ان احنا نتكلم عليه، سليف كولوبالي وعلي معلول. يمكن اكيد كان في اخبار ان سليف كولوبالي وعلي معلول هيلحقوا ببعثه النادي الاهلي هنا في كوناكري، لكن بناكد ان سليف كولوبالي يمكن كان متواجد معانا في مطار القاهره، متواجد معانا على مطار الرحله، متواجد مع معسكر فريق النادي الاهلي هنا في العاصمه كوناكري. علي معلول وصل صباح اليوم، كابتن سمير عدلي مدير اداري النادي الاهلي كان في استقباله في مطار غينيا مع وفد من حريه كوناكري، مع ايضا كمان مندوبي السفاره المصريه هنا في غينيا، اللي اكيد زي ما بنقول وشكرنا وجهنا الشكر لمجلس الاداره. لابد ان احنا نحيي كمان سفارتنا هنا بقياده السفير محمد فتحي عبد العزيز على كل الامور والتسهيل وتذليل لكافه الصعاب اللي بتقابل فريق النادي الاهلي او بعثه النادي الاهلي. اكيد الهدف، ويمكن بيحاولوا ان هم يريحوا الفريق، بيحاولوا ان هم يوفروا كل الامور ليبقى التركيز فقط في مباراه الاهلي وحريه كوناكري يوم الجمعه اللي بناكد على ميعادها 4 عصرا بتوقيت غينيا، 6 مساء بتوقيت القاهره. في لغط كبير حوالين يمكن توقيت المباراه، الناس بتقول الساعه 5، لا 4 عصرا بتوقيت غينيا، 6 مساء بتوقيت القاهره على ملعب 28 سبتمبر ليستقبل مباراه النادي الاهلي وحريه كوناكري الغيني. الامور ماشيه بشكل مطمئن، النهارده هيكون اول مران لفريق النادي الاهلي في الساعه 4 عصرا. يمكن زي ما قلنا الملعب هو نجيل صناعي، ملعب قريب شويه من فندق الاقامه. الامر هنا بالنسبه للملاعب او توفير الملاعب صعب شويه، لان هنا يمكن اغلبيه الملاعب كلها حمره، النجيله بتبقى صعبه شويه، كمان حاله الطقس هنا متقلبه بشكل كبير جدا، الامطار بتكون غزيره جدا في المساء، الشمس بتكون صباحا موجوده بكثافه، كمان درجه الرطوبه عاليه جدا هنا في العاصمه كوناكري. لكن زي ما بنقول ان شاء الله بنتمنى يوم المباراه يكون اليوم مهيئ لفريق النادي الاهلي، الطقس والجو العام ان شاء الله يصب في مصلحه النادي الاهلي. الامور بطمنك الامور ماشيه بشكل مميز وماشيه بشكل مطمئن جدا بالنسبه لبعثه رجال النادي الاهلي، واكيد بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه الاهلي وحريه كوناكري الغيني. عوده ليك شيما ولكل نجوم الاستوديو معاكي. شكرا ليك زميلنا كريم احمد مراسلنا مع بعثه النادي الاهلي المتواجده دلوقتي في غينيا. دلوقتي بقى سريعا نروح نشوف معاكم اهم منشطات الجرايد عن النادي الاهلي. مجله الاهلي بعد جلسه استمرت لاكثر من 5 ساعات، الصوره النهائيه للائحه اليوم. اعتمد تعديل 31 بند من مشروع اللائحة من بين أكثر من 3000 مقترح للأعضاء. وسط حشود هائلة، الخطيب يلتقي بأعضاء الجمعية العمومية، مجلس الإدارة يستجيب لمقترحات الأعضاء. المجلس يعلن موعد دور اللائحة قبل عمومية نهاية سبتمبر. الأهلي يخشى المجهول في كوناكري. الجمهورية تركيز شعار الأهلي في كوناكري. لأول مرة الأهلي يتحدى ثورة هورويا الغيني. كارسيرون يحذر نجوم الأهلي في كوناكري، الهدوء مطلوب، الاعتراض على الحكام ممنوع، إياكم واستفزاز المنافس. الأهرام المسائي الأهلي 90%، كارتيرون يستقر على غالبية تشكيل هورويا، والجبهة اليسرى بين أشرف ومعلول اتجاه ينادي بمحسن وباتريس يختار أزارو للهجوم. الأهرام الأهلي يخوض ميران الرئيسي بكوناكري استعدادا لهورويا في دوري أبطال أفريقيا. العمري يشيد بجهود يوسف وعدلي وغالي وفضل وأمير توفيق في مؤتمر صناعة كرة القدم. الأخبار المسائي الأهلي يمنح كارتيرون حق تقرير مصير المحترفين، الفريق يؤدي تدريبه في غينيا بعد رحيل أو بعد رحلة الطائرة الخاصة. مجلة الأهلي، مدرب هورويا كوناكري كشف عن دوافعه الانتقامية، لما أكون أتمنى مواجهة الأهلي تعودنا على مواجهة الأبطال وحامل اللقب. مجلة الأهلي، حارسا الأهلي وحورية شاركة في مونديال روسيا. مجلة الأهلي، موقع النادي الغيني يؤكد سنواجه فريق عالمي وجماهير هورية تقبل على شراء الزي الأحمر. باتريس كارتيرون، اتخذت قرار تدريب الأهلي بقلبي قبل عقلي، سنقاتل من أجل الفوز ببطولة أفريقيا. عشان نعرف بقى تفاصيل اكتر ونعرف طبعا اجواء واخبار بعثه النادي الاهلي، معانا دلوقتي استاذ علاء عزت من غينيا. مساء الفل على حضرتك. اهلا مساء الخير استاذ شيماء، اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. منورنا كالعاده.
طبعا عايزين نعرف من حضرتك بقى اخر اخبار البعثة هناك، وشفنا طبعا النهارده اخبار كتير ومنشطات كتير من مجلة النادي الاهلي، عايزين نعرف بقى من حضرتك كل التفاصيل. وبالفعل بعد اقل من 40 دقيقة من الان الاهلي هيأدي اول تدريب ليه ان شاء الله باذن الله النهارده في ملعب الاتحاد الجيني، ده ملعب ترتان النهارده، ملعب صغير النادي الاهلي هيأدي عليه تدريبه الاول، وان شاء الله باذن الله غدا هيأدي تدريبه على الملعب الرئيسي 28 سبتمبر. اللعيبه تناولوا الغداء ودلوقتي كله مستعد للمران الاول، خلاص يعني تقريبا 10 دقائق ونتحرك من الفندق وهنروح ملعب التدريب. كل الامور الحمد لله بخير، الفندق الاقامه جيد جدا، الاقامه هاديه جدا، طاقم التحكيم المنسق كان في اجتماع منذ قليل بين الكابتن سمير عدلي ومنسق المباراه، جه اطمأن على اقامه البعثه وعرفنا ان طاقم التحكيم التونسي هيوصل باذن الله فجر غدا ان شاء الله، وكل الامور تمام واللاعبين مبسوطين قوي. يمكن لاول مره في تاريخ النادي الاهلي على ما اتذكر يعني ان كل لاعب ياخد غرفه واحده، يعني بدل غرفتين لا، اعطوا كل لاعب غرفه واحده عشان استقرار اكتر وتركيز اكتر لكل لاعب ما يكونش فيه ازعاج. اداره الفندق هي اداره فرنسيه موفره كل شيء للنادي الاهلي، كل شيء رائع. الفندق في مكان هادي جدا وبيطلع على مشجر الاسانتي، اول زياره للنادي الاهلي، في اهتمام اعلامي غير مسبوق في تاريخ التاريخ الصحافه هنا في غينيا. يعني التقيت منذ قليل مع احد الصحفيين قال احنا دي مباراه بنعتبرها مباراه العمر لفريق حريه كوناكري، اول مره يلعب بطل عالمي. هم قالوا ان احنا عارفين ان النادي الاهلي واحد من اكبر اربع انديه في العالم حاصله بالبطولات، قال احنا مهتمين جدا بالمباراه، مهتمين جدا اعلاميا ان احنا نصور البث من النادي الاهلي ونلتقي بلعبتها. كارترون حريص ان هو كل شويه يقعد على انفراد مع كل لاعب في الفريق، بيحسوا معنويا، بيجهزوا نفسيا للمباراه. يمكن كل حاجه كويسه بس يمكن شويه الرطوبه عاليه شويه، يعني في تخوف شويه من درجه الحراره هنا. المباراه هتكون ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 6 توقيت القاهره، وكل الامور على ما يرام يعني زي ما بيقولوا. استاذ علاء حضرتك شفت الجماهير المتواجده هناك؟ جماهير هورايا كوناكري؟ لا شفتهم في المطار، في المطار هم كانوا حاطين هم يجوا يشوفوا النادي الاهلي، كان في وفد اعلامي غيني كبير جدا جدا جدا، اكثر من اربع خمس قنوات من تلفزيون غيني كانوا موجودين، شفنا كم كبير جدا من الزملاء الصحفيين غيريين كانوا موجودين المطار، وكان في اجراءات سهله قوي انهم يخشوا المطار ويلتقوا بالبعثه، لكن مثل كارترون رفض الرجلاء باي حديث. حتى السيد عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ورئيس البعثه رفض الاطلاع باي احاديث، واكتفينا بس ان هم يفتقدوا صور للبعثه بالفيديو وفوتوغرافي يتصوروا البعثه وهي اثناء دخولها كينيا. وكان في جماهير كثيره شويه واقفه على حدود المطار بتنتظر النادي الاهلي. استاذ علاء عندي منشط من مجله النادي الاهلي، باتريس كارترون بيقول اتخذت قرار تدريب النادي الاهلي بقلبي قبل عقلي، سنقاتل من اجل الفوز في بطوله افريقيا. ده كان حوار لحضرتك معاه؟ بالفعل هم هنا في نعم معاك اتفضلي. اه بالفعل انا المدير الفني الفرنسي، هو مدير فني فرنسي لفريق كوناكري، الراجل بيقول انا كنت اتمنى ان انا اقابل النادي الاهلي في المباراه النهائيه، مش كنت عايز اقابله دلوقتي. كان قال لك ان كان حلم حياتي ان انا اقابل فريق صن داونز عشان ننتقم منه، لان هو الفريق صن داونز كان حرم فريق حريه كوناكري من التاهل قبل كده لدور النهائي. كنت اتمنى ان اقابل صن داونز في المرحله دي وانتقم منه على ان تؤدي مباراتي مع نادي القرن النادي الاهلي للمباراه النهائيه. قال ان الامور صعبه جدا علينا ان احنا نواجه فريق عملاق زي النادي الاهلي، لكن احنا عندنا تحدياتنا وعايزين نكتب التاريخ لنادينا بشكل كويس جدا. وقال ان انا اعرف كل حاجه عن النادي الاهلي، ونفس الامر بالنسبه للفرنسي كارترون، عنده ثقه كبيره جدا في الفرقه. عمل اجتماع فني مع الجهاز الفني المعاون ليه الكامل، درس وشاف وشرط فيديو لفريق حريق كوناكري. في اجتماع فني طبعا هيكون، قصدي في محاضره فنيه تكون بالليل النهارده بعد التدريب الاساسي ان شاء الله باذن الله، او بعد التدريب الاول ليوم النهارده. وكل الامور مستقره، علي معلول وصل بالفعل. المفاجأة إن كان سليف كولوبالي كان المفترض إن هو يجي من جنوب السودان على غينيا مباشرة، لكن فوجئنا بيه في مطار القاهرة إمبارح الصبح إن هو موجود معانا،
كانت مفاجأة للكل، يعني الكل كان متوقع ان احنا هننتظر سليف كولوبالي يجي من جنوب السودان، لكن هو فوجئنا بيه ان هو موجود في مطار القاهره وسافر مع البعثه على الطريقه الخاصه. علي معلول وصل بالفعل، وصل فجر اليوم وظهر مع الفريق وبيعمل تدريبات الجيم دلوقتي، وخلاص يعني البعثه قدامها كام ازاي باذن الله تتفرج على ملعب التدريب وان شاء الله خير باذن الله. استاذ علاء، ملعب المباراه بعيد قد ايه عن مكان الاقامه؟ نص ساعه بالظبط، يعني هي البلد صغيره لكن زحمه، زحمه جدا جدا، الشوارع زحمه جدا. رغم ان وجود تامين خاص للبعثه لكن الطرق ضيقه قوي، صغيره قوي. الفندق كمان في مكان متطرف جدا، مكان بعيد، مكان منعزل شويه عن المدينه، لكن الشوارع زحمه قوي. يعني اول ملحوظه لينا ان الشوارع زحمه، في شويه ازمه مروريه هنا، فدي يمكن دي اللي عامله مشكله، ازمه مروريه، فبالتالي في حراسه شديده. لكن هو نص ساعه ملعب التدريب من، يعني زي ما اخبرونا مصر مباراه قال ان ملعب التدريب 28 سبتمبر ده على بعد نص ساعه من مقر اقامه البعثه. استاذ علاء عزة الناقد الرياضي الكبير، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده في كلام في الميديا. طبعا تابعنا معاكم دلوقتي اهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي من خلال منشطات الجرايد. نروح للكلام اللي اتقال على النادي الاهلي لكن في مواقع الانترنت، وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يطلب من اتحاد الكره للمره الثانيه اختيار الجهات الامنيه باقامه مباراه هورايا كوناكري في ملعب السلام. الوطن: الخطيب يوجه خمس رسائل لاعضاء الجمعيه العموميه في الاهلي. الشروق: التأمين خاص لبعثة الأهلي في غينيا. كارسيرون: هورايا فريق عنيد وهجومه قوي. اجتماع بين العمري فاروق ومحمد يوسف للإطمئنان على بعثة الأهلي في غينيا. جلسة خاصة بين كارسيرون ويوسف لوضع البرنامج التدريبي. كارسيرون يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي. الشروق: الأهلي يتدرب على ملعب فيفا استعدادا لهورايا كوناكري. اليوم 7 معلول ينضم لبعثة الأهلي في غينيا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: ممدوح طه جاهز لمباريات يد الأهلي. وبكار يتعافى ويشارك في تدريبات يد الأهلي الجماعية. نروح بقى لأهم الأخبار اللي اتقالت النهاردة عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت، ونبتدي معاكم من الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن إدارة النادي الأهلي بعتت النهاردة يوم الأربع خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم بطالب فيه بالتأكيد على إبلاغ الجهات الأمنية للمرة الثانية بإقامة مباراة العودة قصاد هورايا كوناكري الغيني يوم 22 سبتمبر الجاري في ملعب السلام، وفقا طبعا لما جاء في قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا واللي أخطر بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت طبعا سابق. وكمان طالبت إدارة النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على طرح 25 تذكرة فئات مختلفة طبعا، وحطوا في الاعتبار الخطاب الاتحاد الأفريقي واللي تسلمه الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 27 أغسطس اللي فات، وجي في إلزام الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية بحضور جماهيري لا يقل عن 75% من سعة الاستاد اللي بتقام عليه المباريات، وهو طبعا ما لم يتوفر في ملعب الجيش في برج العرب في اللقاءات اللي فاتت. طلب كمان النادي الاهلي في خطابه سرعه الرد من الاتحاد المصري لكره القدم عشان يقدروا او تقدر الاداره ان هي تاخد الاجراءات اللازمه عشان تنظم المباراه وتطرح التذاكر للجماهير. كمان الوطن قالت وكتبت ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب هيعمل اجتماع بكره ان شاء الله يوم الخميس عشان يعتمد الصوره النهائيه لمشروع لائحه النظام الاساسي بعد طبعا انتهاء لجنه الصياغه من مهام عملها وحرص المجلس على الوصول اللائحة بتلبي جميع الطموحات وبتعظم طبعا من دور الجمعية العمومية وبتديها كافة الصلاحيات لإدارة ناديها وفقا لمبادئ وقيم النادي الأهلي. أما في موقع الشروق ف
فكتب ان محمود رضا القنصل المصري في غينيا واللي بيقوم دلوقتي باعمال السفير حرص ان هو يستقبل بعثه النادي الاهلي بعد ما وصلوا على طول في مطار كوناكري، وكمان حرص ان هو يكون متواجد في فندق الاقامه ويطمن على وصول الفريق. وفرت كمان السفاره المصريه في غينيا تامين خاص لبعثه النادي الاهلي في التحرك من ملعب التدريب لفندق الاقامه، وطوال تواجد النادي الاهلي في غينيا بناء طبعا على رغبه من النادي الاهلي. نرجع نكمل اهم اخبار النادي الاهلي اللي جت في مواقع الانترنت، ونرجع للشروق مره تانية اللي كتبت ان باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي قال ان مباراه النادي الاهلي مع هورايا كوناكري الغيني مش هتكون مباراه سهله على الاطلاق، وان هو هيواجه منافس عنيد ومنافس قوي على ملعبه وسط جمهوره، وده طبعا هيصعب على الفريق المهمه ويحتاج ان هو يركز اكتر عشان يقدر يحقق الهدف اللي مطلوب منه في المباراه، هو طبعا الفوز والعوده بافضل نتيجه قبل طبعا ما يقابل الفريق مره تانية يوم 22 سبتمبر في مباراه عودة. نروح لموقع الوطن. كتب ان العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في غينيا حرص ان هو يجتمع مع محمد يوسف المدرب العام وسمير عادلي المدير الاداري عشان يطمن على كافه الاجراءات الخاصه بالبعثه، ولو كان في اي مشاكل يقدر يحلها مباشره عشان يقدر يوفر المناخ المناسب لبعثه النادي الاهلي والتركيز في المباراه بس. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي كتب ان الفرنسي باتريس كارتيرون عمل اجتماع تنسيقي مع محمد يوسف المدرب العام واللي بيقوم دلوقتي باعمال الكوره او مدير الكوره عشان يحط برنامج كامل للفريق بيشمل ميعاد التدريبات والمحاضرات والوجبات خلال فتره تواجد الفريق في غينيا. وقال كمان ان كارتيرون بيحرص على الاطمئنان على كل الترتيبات بالتنسيق مع محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره قبل المواجهه المرتقبه مع هورايا كوناكري يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. في احراز الكاس من الركال الغاليه ليتحقق لمصر ان شاء الله انتصارا رياضيا عزيزا. النادي الاهلي صاحب الارض والملعب والبطوله باذن الله. فاروق يلعب كره عرضيه، فاروق عرضيه عاليه وما يحطهاش على الزبا. سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ، والله سي السيد. خالد بيبو يعوض مكانه. محمد فاروق طرد بيبو. الله هقول كمان مبروك لمصر. لسه مكملين معاكم اهم اخبار النادي الاهلي على مواقع الانترنت، ونرجع مره ثانيه للوطن اللي قال ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي عمل محاضره فنيه مع اللعيبه قبل تمرين النهارده عشان يشوفوا مع بعض تسجيل لمباراه هورايا كوناكري الغيني ويشرح لهم اهم نقط القوه ونقط الضعف بين صفوف المنافس والطريقه اللي هيلعب بيها، واهم طبعا اللعيبه في فريق هورايا كوناكري الغيني مع تحديد الدور المطلوب من كل لاعب في الفريق خلال المباراة وفقا طبعا للخطة اللي استقر عليها الجهاز الفني للنادي الأهلي. نروح للشروق. الشروق كتبت ان سمير عادلي المدير الاداري في النادي الاهلي قال ان الفريق هيخوض تمرينه الساعه 4 العصر النهارده بتوقيت غينيا او الساعه 6 بتوقيت القاهره على ملعب الفيفا، وده احد الملاعب الفرعيه في كوناكري، وتم تأسيسه على فكرة بدعم وإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وأكد كمان عدلي أنه هو فاضل ما بين 3 ملاعب فرعية في كوناكري، ويذكر أن عدلي كمان قد سبق وصول بعثة النادي الأهلي بيومين عشان يقدر أنه يرتب كل الإجراءات الخاصة باستقبال البعثة، واستغرقت رحلة عدلي من غينيا من القاهرة لغينيا ما يقرب من 22 ساعة بسبب طبعا الطيران، وقلنا أن كمان بعثة النادي الأهلي أخذت المسافة دي في 11 ساعة بس، وده عشان كان في طياره خاصه بتنقل بعثه النادي الاهلي بس نزلوا ترانزيت ساعه في كازابلانكا او الدار البيضاء في المغرب. نرجع لليوم السابع اللي كتب ان علي معلول لاعب النادي الاهلي وصل لغينيا النهارده الفجر، وكان سمير عادلي مستنيه عشان يصطحبه لفندق الاقامه عشان ينضم لبعثه النادي الاهلي لمواجهه هورايا كوناكري الغيني قادم من تونس. شارك طبعا علي معلول مع منتخب بلاده في مباراته الاخيره امام سوازيلاند في تاني جولات المنتخب التونسي في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2019 واللي بتقام في الكاميرون.
رجعنا تاني للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان محمود الرفاعي طبيب الفريق الاول لكره اليد رجال في نادي الاهلي، اكد ان محمود طه لاعب الفريق تعافى خلاص من اصابته وجاهز كمان ان هو يشارك في مباريات الفريق الوديه استعدادا للموسم الجديد. اللاعب طبعا كان بيعاني من اجهاد في العضله الخلفيه. كمان برضو الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان شارك عمر الوكيل بكار لاعب الفريق الاول لكره اليد رجال في تدريبات الجماعيه للفريق استعدادا للموسم الجديد بعد ما تعافى هو كمان من اصابته واللي تعرض ليها خلال مشاركته في بطوله القاسمي الوديه الدوليه في الامارات. يذكر طبعا ان اللاعب عانى من تمزق في العضله الخلفيه لكن خلاص هو تماثل للشفاء. فاصل قصير جدا وهنرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة افريقيا بين العملاق النادي الاهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. كأس افريقيا مبروك 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 لقاء تقييم الارقام القياسيه. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لاخبارنا المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. الفقره اللي جايه الوطن سبورت، رئيس فيفا يدعم موقف الجبليه في ازمه وكيل صلاح. اتحاد الكرة يطلب موافقة الأمن حضور 25 ألف مشجع للقاء مصر وسوازيلاند. وان تري اجتماع لجنة الحكام لمناقشة الأخطاء في الدوري. اليوم السابع الجبلية تؤجل تطبيق تقنية الفيديو في الدوري لأسباب مالية. أجري يحصل على تقرير مباراة سوازيلاند وتونس. أجيري يضم 28 لاعب في معسكر الفراعنة قبل مواجهة سوازيلاند. وان تري جلسة طارئة في اتحاد الكرة بسبب أزمة سالجارو. فيتو قاسم باشا يرفض بيع تريزيجيه للريان القطري. الشروق مدرب قاسم باشا يشيد بتريزيجيه. سكاي نيوز الأباتشي لهذا السبب رونالدو يتفوق على ميسي. عسلة إسبانية تفاصيل العرض الخيالي من مانشستر يونايتد اللي ضم فاران. سبورت 360 رسميا سامي خضيرة يجدد عقده مع اليوفي حتى 2021. كورة إسانسيو يكشف نصائح زيدان وينفي التأثر برحيل رونالدو. معاكم لتفاصيل الاخبار وهنبتدي مع الوطن سبورت اللي كتب ان هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره تواصل مع انفانتينو رئيس الفيفا عشان يتشاور معاه على ازمه محمد صلاح وعرض عليه طلب محامي محمد صلاح بشان طبعا حقوق الرعايه والتسويق، ودعم رئيس الفيفا موقف اتحاد الكوره في ازمته مع وكيل محمد صلاح واكد ان اللاعب لما بيكون في صفوف المنتخب فان حقوق التسويق والرعايه الخاصه بيه بتخص اتحاد الكوره في المقام الاول. كمان اليوم السابع قال ان طلب اتحاد الكوره من الجهات الامنيه السماح بحضور 25 ألف مشجع في مباراه المنتخب الوطني اللي جايه قصاد سوازيلاند والمقرر ليها ان شاء الله يوم 12 اكتوبر اللي جاي في استاد السلام. يصدر طبعا منتخب تونس دلوقتي ترتيب المجموعه برصيد 6 نقط بعد ما فاز على مصر وعلى سوازيلاند، وبيجي بعديه المنتخب الوطني في الوصافه برصيد 3 نقط بعد ما فاز فوز كبير طبعا على النايجر ب6 اهداف نظيفه، وبعد كده سوازيلاند والنايجر بيجوا في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منتخب. كمان وان تري قالت ان لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح هتعمل اجتماع النهارده عشان يناقشوا بعض الملفات الهامة، وهيتم مناقشة شروط القائمة الدولية واللي هيتم ارسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم بالاضافة لمناقشة اخطاء الحكام مؤخرا في مباريات الدوري.
كمان اليوم السابع قال ان كشف مسؤول في اتحاد الكوره ان تكاليف تطبيق تقنيه الفيديو او الفار بالشكل اللي طلبه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا هتكون صعبه جدا، مش بس في الموسم اللي احنا فيه ده بل كمان في المواسم اللي جايه بسبب التكاليف الماليه الباهظه للغايه. وقال كمان ان في ازمه تانية وهي ان في اكتر من ملعب لا يتطابق عليه نفس الشروط اللي حطها الفيفا عشان تطبيق تقنيه الفار. وان تري كمان بيقول ان هاني رمزي المدرب العام للمنتخب سلم تقرير عن مباراه سوازيلاند قصاد تونس للمكسيكي خافير اجاري المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وحرص رمزي ان هو يتابع اللقاء ده بناء على طلب من اجاري وقدم تقرير عن سوازيلاند عشان يقدروا يقفوا على نقط القوه والضعف قبل طبعا ما يصطدم بيهم منتخبنا الوطني الاول في الجوله اللي جايه من التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2019. كمان اليوم السابع قال ان المكسيكي خافير اجاري مدرب المنتخب استقر على استدعاء 28 لاعب لمعسكر ماتش سوازيلاند المقررين ان شاء الله من 8 ل 16 اكتوبر اللي جاي في الجوله الثالثه والرابعه في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2019 المقرر ان شاء الله انها هتكون في الكاميرون. واجيري عنده هدف ان هو يضم 28 لاعب عشان هو خايف طبعا ان اي لاعب ممكن يتعرض لاصابه او ايقاف في مباراه سوازيلاند الاولى في مصر اللي هتكون ان شاء الله يوم 12 اكتوبر اللي جاي، وده هيكون في ازمه اكيد لان في ضيق وقت ما بين المباراه الاولى اللي هي يوم 12 والمباراة الثانية اللي هتكون يا إما 15 أو 16 من نفس الشهر. كمان موقع وان تري قال إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة هيعمل جلسة مع هاني رمزي بكرة إن شاء الله الخميس عشان يناقشوا بعض الملفات المطروحة في الفترة الأخيرة، وطبعا الجلسة دي هتيجي ما بين الطرفين بعد ما تقدم هاني رمزي بشكوى لاتحاد الكرة بسبب تواجد الأسباني ميشيل سالجادو جوه الجهاز الفني والتدخل في شغله موضحا أنه ما كانش يعرف دوره إيه ولا طبيعة شغله لحد دلوقتي. بيتو كمان قال ان في تقارير صحفيه تركيه كشفت على رفض نادي قاسم باشا انتقال محمود تريزيجيه لصفوف نادي ريان القطري، وقالت صحيفه تركيه ان النادي القطري قدم عرض بيصل ل 5 مليون يورو عشان يقدروا يضموا اللاعب، وكمان حضر وفد من النادي التركي او من النادي القطري لتركيه عشان يقدروا يحسموا الصفقه دي، لكن اداره قاسم باشا التركي تمسكت ببقاء تريزيجيه مع الفريق خصوصا طبعا ان هو احد اهم العناصر اللي موجوده في النادي من الموسم اللي فات. الشروق كمان قالت ان كمال أوزدايز المدير الفني لقاسم باشا التركي اكد خلال حواره مع جريده سبوراكس التركيه ان محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني الاول واحد من افضل لعيبه الفريق في الوقت الحالي، وكمال قال أوزدايز ان تالق لاعب ساهم في صداره الفريق لجدول ترتيب الدوري التركي لحد دلوقتي برصيد 12 نقطه من اربع مباريات لعب فيهم الفريق في دوري التركي. كمان سكاي نيوز قالت ان مهاجم بوكا جونيورز الارجنتيني كارلوس تيفيز كشف عن سر تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على نجم برشلونه ميسي، وقال تيفيز المشهور طبعا بلقب الاباتشي ان هو ما شافش ولا مره ميسي بيروح للجيم بعد التدريب او بيتمرن بطريقه غير منقطعه، لكن كريستيانو رونالدو دايما بيروح للجيم بعد ما بيتمرن. اسبانيه اللي قالت ان في تقارير صحفيه ان نادي مانشستر يونايتد الانجليزي بقياده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عنده رغبه ان هو يضم بطل العالم الفرنسي رافائيل فاران، وقدم عرض كبير لنادي ريال مدريد في الصيف ده عشان يحصلوا على خدماته، لكن النادي الملكي ريال مدريد رفض العرض. ووضحت التقارير ان الشياطين الحمر قدموا مبلغ قيمته 112 مليون يورو عشان يقدروا يحصلوا على خدمات فاران، لكن قرر ريال مدريد ان هو يتمسك باللاعب ورفضوا العرض المقدم من المان يونايتد واللي كان هيخلي طبعا فاران اغلى مدافع في تاريخ لعبه كره القدم.
كمان سبورت 360 قالت ان نادي يوفنتوس الايطالي اعلن بعد ظهر اليوم الاربعاء من خلال طبعا موقعه الرسمي على شبكه الانترنت عن تجديد عقد اللاعب الدولي الالماني سامي خضيره لحد عام 2021، واشاد البيان الرسمي بالاهميه الكبيره جدا اللي قدمها سامي خضيره للفريق على اقامته طبعا في تورينو من ساعه ما وصل قبل 3 سنين، وقال كمان ان هو بقى اكتر اللعيبه مشاركه في النادي برصيد 8882 دقيقة في كل المسابقات. كمان اخيرا بقى موقع كوره كتبت ان ماركو اسانسيو نجم ريال مدريد الاسباني قال ان مستواه ما تاثرش برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف ده لليوفنتوس، وقال كمان اسانسيو مع كريستيانو او بدونه العب بحماس كبير، اسعى لكي اكون اكثر اهميه للفريق. سريعا بقى هنروح معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، هنبتديها مع سليف كوليبالي لاعب النادي الاهلي اللي نشر على انستجرام صوره ليه مع محمد الشناوي وهما مع بعض في المطار. طبعا كلنا عارفين ان الفريق دلوقتي موجود في غينيا استعدادا لمواجهه ورايا كوناكري يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله، كل التوفيق لفريقنا. كمان احتفل عمرو السولية على تويتر بعيد ميلاد اللاعب باكاماني واللي انضم لسان داونز وكتب له عيد ميلاد سعيد. برضو نروح بقى لمحترفين ونبدأ بمحمود تريزيجيه واللي تم ترشيحه لأفضل لاعب في الدوري التركي في الموسم اللي فات، وقالت الصفحة الرسمية لنادي قاسم باشا التركي على تويتر تم ترشيح المدير الفني لينا كمال أوزداكس كأفضل مدرب في العام ولعبنا محمود تريزيجيه كأفضل لاعب في الموسم الماضي. كمان هنا كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكوره على تويتر تريزيجيه عشان ترشح للجائزه دي وكتب ترشيحك لافضل لاعب في الدوري التركي انجاز كبير، كل التوفيق ليك يا تريزيجيه. علق كمان كابتن ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني الاسبق على تويتر وقال تريزيجيه دايما لاعب مهم في المنتخب والانديه، ربنا يوفقك وتكون في مكان احسن. عالميا بقى نروح لمباراه اسبانيا وكرواتيا في بطوله الامم الاوروبيه واللي اتلعبت امبارح. اسبانيا كسبت وصيف كاس العالم 6-0 نفس نتيجه مصر و كنا بنلعب مع مين؟ النيجر. علقت بقى صفحه بلاتشر فوتبول على الفيسبوك على المباراه ونشرت صوره لبعض لاعبي المنتخب الاسباني زي ما انتم شايفين كده وكتبت وداعا للاساطير القديمه مرحبا باللاعبين الجدد. كمان نشرت صفحه ريال مدريد الاسباني على تويتر صوره من المباراه وكتبت تهانينا لداني سيبايوس على الظهور الاول ليه مع المنتخب الاسباني الكبير الليله الماضيه. كمان ماركو اسانسيو لاعب ريال مدريد الاسباني منتخب اسبانيا على انستغرام نشر صوره ليه من المباراه وكتب ليله رائعه في جو مدهش. كمان علق كابتن احمد شوبير على خساره كرواتيا من اسبانيا 6-0 وكتب تويت على تويتر بتقول فين كرواتيا بتاعت نسخه كاس العالم الاخيره، الفريق غير موجود على ارض الملعب. نشر كمان نيمار دي سيلفا صوره مجمعه للمنتخب البرازيلي على الانستغرام من المباراه الوديه اللي كانت ما بين البرازيل والسلفادور واللي فازوا فيها 5-0. نتائج المباريات اليومين دول بقت صعبه قوي. كمان نشر ديبالا لاعب اليوفنتوس ومنتخب الارجنتين صوره مجمعه للمنتخب على الانستغرام وكتب عليها معا دائما، ولعب كمان منتخب الارجنتين امبارح مع كولومبيا والدين انتهت المباراه بالتعادل السلبي. نشر كمان سامي خضيره لاعب اليوفنتوس صوره ليه اثناء تجديده لعقده مع النادي وكتب لقد قمت بتجديد عقدي مع اليوفنتوس حتى عام 2021، من اليوم الاول كان عندي احساس خاص وبعد كده حسيت وكاني في بيتي، انا فخور جدا اني جزء من التاريخ العظيم للنادي وعائله اليوفنتوس، دعونا نستمر في صنع التاريخ الاسود والابيض. كمان علقت صفحه كاس العالم على الفيسبوك على اداء اللاعب البلجيكي لوكاكو في مباراه بلجيكا وايسلندا في المباراه الافتتاحيه لبطوله الامم الاوروبيه واللي كسبوا فيها 3-0 وكتبت الفائز بالحذاء البرونزي بكاس العالم 2018 سجل هدفين وتسبب في ضربه جزاء سجلها ادن هازارد. برضه صفحه دوري ابطال اوروبا بتكمل بقى العدد التنازلي لبدايه الموسم الجديد، كتبت فاضل 6 ايام على انطلاق الموسم الجديد من دوري ابطال اوروبا. ان شاء
شاء الله نعيشه دور نهائي رائع جدا بين العملاقين، النادي الذي سباق من تونس والنادي الاهلي المصري. هوبا يا يا بلافيو سبعة دور يا شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد مدعم، مرتدة تصوير او جول 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 محمد ابو دريكة في تتويج النادي الاهلي للمرة الخامسة في تاريخه. الف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الاهلي والكرة المصرية بصفة عامة. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو ومنورنا ومشرفنا أستاذ عادل أمين رئيس أو نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. مساء الفل على حضرتك. أهلا بيكي وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير بمناسبة لعب الهجة الجديد. كل سنة وحضرتك طيبة. طبعا في البداية كده عايزين نتكلم عن مباراة نادي الأهلي القادمة قصاد هورايا كوناكري الغيني إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية. شايف اللقاء ده إزاي؟ هو اللقاء لو هنقيسه بالتاريخ الناديين هنلاقي الاهلي كفته ارجح بكتير من حريتي الغيني، لكن الاهلي بيمر بظروف يعني ده اللي بيخلي المباراه الى حد ما صعبه شويه، ان الاهلي بيمر بحاله ظروف من الاصابات وعدم ثبات التشكيل في الفتره الاخيره، يمكن ده ادت للمباراه شكل ان في شيء من المنافسه او في اللقاء، الى جانب ان اللقاء في كوناكري يعني فاعتبر الى حد ما عامل الارض وجمهور مع الفريق الغيني، لكن الاهلي في حالته وباصراره وروح الفانيلا الحمراء اعتقد ان هو قادر على تخطي هذه المباراه ان شاء الله بسهوله. ان شاء الله. هل تتوقع ان هيكون في تغيير في التشكيله اللي هيلعب بها النادي الاهلي؟ هو اعتقد ان في الفتره الاخيره يعني عدم ثبات التشكيل كان يرجع للاصابات او صحيح وعمليه التدوير ما بين اللعيبه، برضو اعتقد ان برضو في تغييرات ممكن تحصل في التشكيله اللي جايه، خاصه ان كانت لسه من على ايام مباراة المنتخبات الأفريقية في كانت مصر بتلعب النيجر وكانت تونس بتلعب سويسرلاند في المجموعة العاشرة. صحيح. ويمكن عشان علي معلول برضو جاي لسه يمكن راح للبعثة انضم ليها من تونس لكوناكري أخذت من وقت، أعتقد أنه ممكن يغيب عن التشكيلة ويلعب بأيمن أشرف كظهير أيسر، يعني برضو هيبقى فيه تغييرات بس على نطاق محدود الى حد كبير يعني. صحيح. النهارده في عنوان الاهرام المسائي اتقال ان كارتيرون استقر بنسبه كبيره جدا على التشكيل، وفي اراء بقى جوه الجهاز الفني بتقول ده بحسب طبعا المنشط اللي اتقال النهارده، في اراء جوه الفريق بتقول ان هم بيطالبوا بصلاح محسن، ولكن في اراء تانية عايزه اظهره. رايك ايه؟ هو في الفتره الاخيره اعتقد ان صلاح محسن ده امل الكره المصريه في الفتره اللي جايه يعني. صحيح. لو خد فرصه اعتقد ان صلاح محسن لو كان خد فرصه من كبيره من الموسم اللي فات كان بقى اخطر مهاجم حاليا في مصر وراس الحربه الوحيد القادر على هز الشباك، لكن في غيابه عن المباريات في الفتره الاخيره اعتقد ان ادت افضليه لازارو في الوقت الحالي. صحيح. ان هو يكون كراس حربه في المباراه اللي جايه، واعتقد ان دوت هيكون يعني هو الراي الانسب او اللي هيلجا ليه كارتيرون في الفتره في المباراه اللي جايه. شايف مين في النادي الاهلي اللي هيكون الورقه الرابحه في المباراه القادمه؟ ما هو ازارو بسرعته، لان المباراه برضو لو احنا هنشوفها فريق عايز يضغط من اول البدايه مستغلا عامل الجمهور والارض، فيكون عنده مساحات فاضيه، اعتقد ان اللي قادر على استغلال المساحات الخاليه ديت في الدفاع الغيني هو أزار، وممكن يشكل خطورة كبيرة وممكن يسجل لو ركز شوية كمان ممكن يركز بهدف أو هدفين إن شاء الله. إن شاء الله. يعني لو جينا نتكلم عن الجماهير ووجهة نظر الجماهير، فالجماهير كانت متفائلة جدا إن إحنا هنقابل هورايا كوناكري الغيني، وقالت أفضل بكتير من مواجهة وفاق الصيف. شايف إن ده حقيقي الكلام ده؟ هو أفضل ومش أفضل يعني بصفة التفاؤل والتشاؤم في الحاجات دي ما تتعملش مع الفريق البطل. النادي الأهلي فريق ما بينذرش للخصم. صحيح. لكن لان هو البطل بتاع القاره اعتقد ان هو أكيد. ستيف زي حرية الغيني بيتناسب، بس يمكن اللقاءات العربيه بيبقى فيها شيء من الشد العصبي شويه او التوتر، وده يمكن واضح في اللقاءات بالفرق المصريه مع التونسيه والجزائريه، فلكن الفرقتين بالنسبه للاهلي اعتقد ان في ميزان واحد، لكن الاسهل من الناحية النفسية هيكون حرية الغيني مش من الناحية الفنية، يعني الأهلي
سواء قابل ده او ده ما فيش مشكله عنده يعني. البطل هو تملي كده ما عندوش مشكله. صحيح. في الفريق الخصم. صحيح. لكن من الناحيه النفسيه اعتقد مواجهه اي فريق افريقي بيبقى افضل بكتير من مواجهه الفرق اقل العربية. حده من مواجهه العربيه بالظبط كده. برضه في حته الجماهير. صحيح. والحده وكل يعني الاهلي سيته كبير بسم الله ما شاء الله بره. فاعتقد ان كل فريق بيقابله بيبقى عايز ينال منه. أكيد. لان لو كسب النادي الاهلي اسمه يرتفع قوي لان كسب بطل. صحيح. فده اللي بتفرق في المباراه. استاذ عادل هنطلع دلوقتي بس لفاصل سريع ونرجع نتكلم عن مباراه النادي الاهلي القادمه ان شاء الله قصاد هورايا كوناكري الغيني يوم الجمعه اللي جايه. فاصل سريع ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ الحلم نبدأ الإنجاز لنهائي هذه البطولة بطولة دوري أبطال أفريقيا. يركز أبو تريكة بيلا برضه على بيلا بيلا هي جول من ثواني بقول هنعملها. خدوا البر خدوا البر بيلا يا جمالك يا بركات هتهنى ريحنا شاد داخل شاد يلا 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 يا جمالك يا شادي. الحلم الافريقي مليون مبروك. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا. معانا ضيفنا النهارده اللي منورنا استاذ عادل امين نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. مساء الفل على حضرتك مره ثانيه. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طيب نرجع نتكلم عن النادي الاهلي ولقائه القادم قصاد هورايا كوناكري الغيني ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. عايز اسال حضرتك على حاجه دلوقتي. المباراه القادمه اللي هي مش يوم الجمعه اللي بعديها ان شاء الله مباراه العوده قصاد هورايا كوناكري اللي هيقام في مصر. دلوقتي النادي الاهلي طلب كذا مره وتاني مره تقريبا النهارده يبعت النادي الاهلي لاتحاد الكوره ان هو يطلب ان المباراه دي تتلعب على ملعب السلام بدل برج العرب، لكن لحد دلوقتي برده اتحاد الكوره ما متخطاش ولا خطوه. يمكن برده كان في حاله تعنت انا شايفها مع النادي الاهلي في مباريات كتير الافريقيه السابقه، يمكن في طلب النادي الاهلي اللعب في القاهره وما بيحصلش على موافقه، ولو حصل موافقه بيحصل بعد مداولات كتيره، ودي بتدي حاله من التشتيت الذهني. صحيح. داخل الفريق. اعتقد ان اللعب في استاد برج العرب ده لا خلاف عليه ملعب جميل جدا وكل حاجه. صحيح. بس بعد المسافه برضو عن القاهره وانتقال الاهلي لبرج العرب جداً. بيدي حاله ارهاق، ويمكن دي احنا عانينا منها الموسم اللي فات وكانت واضحه حتى على المنتخب. صحيح. ان هو لما بيروح يلعب في برج العرب وكده بيبقى فيه يعني حاله من الاجهاد زياده او اوفر تريننج عند اللعيبه فيها. طلب النادي الاهلي طلب منطقي، واعتقد ان برضه لازم اتحاد الكوره يساعد ويدعم النادي الاهلي فيه، ولازم يكون فيه حتى كمان بالنسبه مع الامن. هو اصل مشكله امن يعني. يمكن حصل لما النادي الاهلي لعب بعض من الجماهير حصل نوع من الشغب واحتكوا بقوات الامن. فده يمكن رجعت المباريات ترجع تاني لبرج العرب. صحيح. يعني لو الامور ماشيه كويس كنا النادي الاهلي دلوقتي بيلعب في القاهره على طول، كان استاد القاهره لما يفتح. واستاد القاهره دوت لغز لانه استاد القاهره دوت قلعه الرياضه المصريه. اعتقد ان بقى له مقفول اكتر من 3-4 سنين ما بيتلعبش كل فين حين ومين لما تلعب فيه مباراه. وبعدين يقول لك اصلاحات. اصلاحات ايه برضه؟ ما دي برضه لغز. استاد القاهره ده اصبح لغز. ايه الاصلاحات اللي بتتعمل فيه؟ ده هو اصلا ما عليهوش ضغط ولا عليه مباريات الفتره اللي فاتت دي كلها. ليه تقفل طول المده دي ولما ترجع المباراه للقاهره نقول استاد القاهره مغلق؟ ما برضه دي لازم يعني يكون في دور لوزاره الشباب والرياضه. صحيح. وتشوف الناس اللي تحاسب الناس المسؤوله. صحيح. واعتقد ان الدكتور اشرف صبحي كان هو ماسك هيئه استاد القاهره. صحيح. يعني غلق استاد القاهره فترات طويله بحجه الاصلاحات دي اصبحت حجه مرفوضه وغير منطقيه. أيه. تماما. كمان عشان يعني تسهيل على جماهير النادي الاهلي. انا عارفه كده كده ومتاكده وواثقه ان جماهير النادي الاهلي ممكن تروح ورا في اي حته يعني اللي بشوفه غير برضو مباريات المنتخب. يمكن الناس بتكسر ممكن تروح مباراه المنتخب، لكن مباراه النادي الاهلي استحاله ان الجمهور يكسر. لا هو ما فيش كسر. طبعا هو مصر الاهلي هو مصر ومصر هي الاهلي. ما فيش مشكله في الجماهير واحد بيروح، بس عشان تريح الجماهير انت يا ما بتبقى جمهور النادي الاهلي كل جماهيره من اغلب جماهيره
القاهره. يعني نسبه كبيره من جماهير القاهره اللي هي بتروح للمباريات. لما تيجي تنقليها برضو ما فيش في عدد كبير من الجمهور ما عندوش الوسيله المناسبه اللي توديه لاستاد برج العرب، هيحتاج مشقه ويكتب ويركب اكتر من مواصله. صحيح. فوجوده في القاهره بتوفر عليه، بتريحه، لكن في نفس الوقت برضو بندي رساله للجماهير ان شاء الله الامن هيوافق ويتلعب على استاد السلام. بس برضو لازم تكون الجماهير بقى واعية المرة دي كويس قوي. صحيح. وعارفة ان استمرار وجود الأهلي مباراته في القاهرة متوقف على تصرفات الجماهير وتصرفها اللائق مع خاصة مع الأمن. صحيح. يعني اعتقد لو مع احنا بندعو دلوقتي الجماهير من هنا ان هي لازم تتصرف بتصرف يعني الجماهير هي السبب عشان تحافظ على الاقل بالزبط. على تركيز النادي بتاعها، على تركيز النادي الاهلي. صحيح. عشان نخلي مباريات الاهلي تقام في القاهره بصفه عامه. ولما يتفتح استاد القاهره ترجع مباريات الاهلي لاستاد القاهره اللي هو ملعبه الرئيسي، اعتقد ان ده هيوفر له كتير ويساعده كتير، والدعم الجماهيري الاهلي محتاجه. صحيح. في المباريات الافريقيه خاصه ان شاء الله في الادوار اللي جايه باذن الله. طبعا. طيب نروح بقى للدوري المصري الممتاز اللي اتلعب منه 5 جولات لحد دلوقتي. طبعا النادي الاهلي لسه متصدر ترتيب الجدول. شفت اللقاء الاخير قصاد الانتاج الحربي ازاي؟ اللقاء دوت يمكن عليه علامات استفهام كبيره. رغم التعادل فيمكن الاهلي قدم مباراه، اعتقد في ظل الظروف الصعبه اللي مرت الاهلي في خلال المباراه دي، اعتقد ان هو قدم مباراه جيده لحد كبير، بس النتيجه ما كانتش متوافقه مع امال الاهلاويه. رغم ان الاهلي احرز هدف صحيح وليه ضربه جزاء صحيحه، اعتقد ان هو لو كانت حسبه دولت كانت النتيجه اتغيرت تماما. وده برضو بيدينا علامات استفهام على التحكيم اللي هنرجع له بعد كده ونتكلم فيه. يعني تصرفات حكم يلغي مباراه، يلغي هدف صحيح 100%، ماشي، يبقى ده قرار هنقول قرار مساعد. ركله جزاء قدام عين الحكم، الحكم الخامس وحكم الساحه، طب ازاي لو عدت على واحد مش هتعدي على الثاني؟ فهنا يعني مش عايز برضو اقول، بس يدخلك نوع من الشك ان في يعني توجهات معينه او في اغراض شخصيه عند ده او ده، لان احنا حطينا الحكم الخامس. ده مش منطقي. مش منطقي اكيد يعني. يعني احنا عملنا الحكم الخامس، ايه دور الحكم الخامس؟ الحكم الخامس دوره ان هو يراقب اللي بيحصل جوه منطقه الجزاء. صحيح. بيراقبها ازاي؟ فاول، هدف اتحسب ولا ما اتحسبش، عدى الخط ولا ده دور الحكم الخامس. كون الحكم الخامس يبقى اللعبه قدامه ما تبعدش عنه مترين وما يحسبش اي حاجه، وحكم الساحه بالظبط، شفت الحكم الخامس فين؟ يعني ما فيش ايه، ما يبعدش يعني، وده ده بيلعب جوده، ده يعني ده واخده لمس اكتاف. بالظبط كده. والحكم الرئيسي حكم الساحه اللي هو ابراهيم نور الدين. في لقطه ثانيه هتلاقي ابراهيم نور الدين جاي وبيحط سفاره. ما هو لازم يكون واقف على حدود منطقه الجزاء في الوقت ده. يعني دي لعبه دي، يعني احنا جايبين طب الحكم الخامس فايدته ايه؟ طب ما خلاص نلغي الحكم الخامس ونوفر بقى النفقات والبدلات اللي بتصرف عليه. يعني احنا لسه مش هنتكلم على حكم الساح، حكم الفيديو، لان عنده امكانيات وتقنيه عاليه مش متوفره عندنا ومش متوفره في الملاعب. فاحنا جبنا الحكم الحاجه اللي نقدر عليها، ان يزودنا عدد الحكام. كون اللي يكون الحكم خامس وحكم الساحه ويتغاضوا عن ده، اعتقد ان لازم نقف عندها ونفكر في حاجات مش عايزه يعني. طب رايك ايه في البيان اللي اصدره النادي الاهلي؟ هو طبعا النادي الاهلي من حقه ان هو يصدر بيان عشان يحتفظ بحقه في المباريات اللي جايه، وان يكون في شيء كمان عشان يوثق الواقعه دي. يعني هي اصلا متوثقه بصوت وصوره يعني، والجماهير كلها شايفه والناس كلها اعترفت بيها الا حكم الساحه والحكم الخامس والمساعد اللي كان ليه الثلاثه دولت المشاركين في المؤامره كان ليهم راي اخر تماما. فكون ان الثلاثه دولت يبقوا مختلفين عن راي الملايين اللي بره والانديه المنافسه للنادي الاهلي في المسابقه نفسها، اعتقد ان لازم نقف هنا ولازم يكون في وقفه حازمه مع لجنه الحكام. لجنه الحكام اعتقد انها ماشيه بسياسه اخاف او اخشى على استمرار الدوري العام هذا الموسم بالذات في ظل السياسه اللي بتقوم بها لجنه الحكام. صحيح.
طيب عايزين برضو نسأل حضرتك على أهم المنشطات بقى اللي اتقالت النهاردة في الجرايد عامة، منها عن مداخلة تليفونية أو تليفون حصل ما بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الفيفا بيتكلموا عن أزمة محمد صلاح، وخلال المداخلة التليفونية دي قال فيها إنفانتينو لهاني أبو ريدة، وطبعا ده بحسب كلام مصادر يعني وده اللي اتنشر في الجرايد، إن الاتحاد الدولي أو الاتحاد المصري لكرة القدم هو ليه الحق في الإعلانات أو في أي حاجة تخص التسويق الخاص بمحمد صلاح أثناء وجوده في معسكرات المنتخب. شفت الكلام ده إزاي؟ هو أولا الأزمة اللي موجودة بين محمد صلاح واتحاد الكرة دي أزمة بلا أزمة. ليه؟ لما يكون عندك لاعب في حجم محمد صلاح أفضل مهاجم في العالم في الوقت الحالي، صحيح، يبقى ده من باب أولى اللي أنت تتقربي منه. أولا الاتحاد يفتخر لأنه من حسن حظه أن عنده لعيب في حجم ووزن صلاح في الفترة اللي موجود فيها مجلس إدارة أبو ريدة، فبدل ما أخلق معاه المشاكل أو أصدر له أزمات بلا لازمة ممكن كل حاجة تتحل في غرفة مغلقة وكل صحيح. واحد يبقى ليه حقوقه ياخدها ومن غير أي شوشرة ولا أي حاجة. لكن اللي حصل غير كده، لأن كان ليه جذور سابقة في مونديال روسيا، صحيح، والفوضى اللي حصلت في المنتخب حقيقي. في المعسكر الموجود والفندق وغياب التركيز عن اللعيبة، وده كان واضح تماما من أداء الثلاث مباريات اللي لعبهم المنتخب في كأس العالم، أداء سيء جدا. عدم يعني التزام بالمرة، عدم التزام، لأن ما فيش ما يكون في فرح العمدة. بالظبط، فرح العمدة. اللعيبة تركز معاك إزاي؟ صحيح. ما أنت عشان تركزي يعني لو أنت كنت تابعتي كل منتخبات العالم، المنتخبات اللي رايحة عشان تنافس على بطولة مش عشراحة عشان تقيم فرح العمدة هناك، بتقوم في فنادق صغيرة ويبقى مقتصرة على البعثة بتاعتها بس، وبتمنع الدخول أي حد، ما فيش أي حد يقدر يخش المعسكر. لو في أي حد تحورات صحفية بتتعمل في التدريبات وبإذن مسبق، لكن احنا عندنا غير كده. كانت في حالة من الهرج والمرج الكبير اللي لما كشفها الإعلام نفاها اتحاد كرة من هناك، لكن أكيد محمد صلاح لما جه، لأن هو لعيب في حجم محمد صلاح والتزامه مع ليفربول، حاسس أن استمرار حالة الفوضى في مصر دي في معسكر المنتخب الوطني أعتقد أنها تأثر على النتائج المنتخب، صحيح، في الفترة اللي جاية. وبعدين أنا شفت كمان أن محمد صلاح قدم لهم السبت والحد، يعني أيام المشاكل اللي كانت بتحصل والفوضى اللي كانت بتحصل في في المعسكر، مش بس التزم الصمت، ده نزل تويت عنده على تويتر وقال أن احنا ما فيش عندنا أي مشاكل مع اتحاد الكرة وإحنا كلنا كويسين وزي الفل وما فيش أي يعني أزمات هنا. كان من ضمن الوسائل اللي هديت شوية على الاتحاد في الوقت المباريات دي، لكن الاتحاد برضو بيفكر بطريقة تانية. يعني أنت ليك حقوق ما تناقشها يا أخي، يعني شوف حقوق محمد صلاح ايه، يعني برضو ما مش معقوله اما يكون هو متعاقد لاعب في حجم محمد صلاح متعاقد مع شركه معينه ويجي في مصر اتحاد الكره عايز يديله شركه بنفس الشركه بتاعته يعمل عليها اعلانات، دي برضو مش منطقيه، بس ممكن تتحل بصوره وديه ونشوف ايه الصالح اللي يتعمل، صحيح، من غير شوشره وعدم تركيز. يمكن حتى شفنا ان محمد صلاح رغم انه التزامه في المباراه الاخيره، لكن انا شايف ان محمد صلاح برضو بيلعب وهو مش منسجم، مش مبسوط. صحيح النتيجة جاب جونين وفزنا بست أهداف، لكن حاسس إن محمد صلاح ما كانش بيستمتع. يعني اللعيب لما يقدم يعني أفضل حالاته بيبقى عنده حالة من الاستمتاع بينه وبين نفسه وهو بيلعب في الملعب، ده ما كانش متوفر عند صلاح في المرة. بالظبط كده. فليه إحنا يعني المفروض إحنا عندنا لاعب في حجم اللاعب محمد صلاح كلنا نفتخر بيه وندعمه ونحوط عليه كده، المفروض، صح، ده المفروض يعني. طيب الأزمات دي لو جينا نتكلم عليها ونشوفها أزمة أزمة، هنلاقي يعني في حاجه برضو تحس ان في طرف ثالث في الموضوع، مش بس محمد صلاح ووكيله واتحاد الكره. يعني سمعنا مثلا ان في المعسكر الاخير طلعت اخبار من مصادر ما ان محمد صلاح جاب صحابه في المعسكر والمعسكر ما فيهوش التزام وكده يرجع تاني اتحاد الكره يقول احنا ما قلناش كده وده ما حصلش. مثلا التليفون اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو حصل ما بين انفانتينو رئيس الفيفا وهاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره المصري، ممكن برضو يطلع تاني يوم بكره مثلا يقول ما حصلش الكلام ده، او حتى لو حصل فيه اتصال
فده شيء طبيعي ان هنا بريده عضو مكتب تنفيذي للاتحاد الدولي، علاقته حلوه مع رئيس الاتحاد الدولي، بيستفسر منه على الحاجه بياخد، لكن ما اعتقدش يعني ان بيستفسروا على الحقوق التسويقيه لمحمد صلاح او لمحمد صلاح، لان دي اصلا لوائح ومكتوبه ومعروفه. يعني هنا بريده لو ما يعرفهاش تبقى نصيبه، لو بيسال عليها رئيس الاتحاد الدولي يبقى نصيبه اكبر. فدي يعني المفروض كده يعني، لكن كون الاتصال في حاله من الاستفسار عن شيء، يعني الحصول على اتحاد الكره عايز ياخد حق في يعمل اي حاجه، يبقى في صله من العلاقات، تقويه العلاقات بينه وبين الفيفا ده وارد، لكن عشان يسال على حقوق محمد صلاح اعتقد ان لو حصلت ده يبقى برضو حاجه يعني نقف عندها كتير ونلوم عليها رئيس الاتحاد المصري هنا بريده. بس انا شايفه ان الازمات دي يعني ملهاش اي لازمه في الوقت الحالي، احنا داخلين على تصفيات امم افريقيا وعندنا مباريات مهمه، وبعدين في الاخر مصلحه مين يعني مين اللي هيكسب بالظبط؟ مين ولا اي حد يعني اتحاد الكره استحاله كمان يكسب، خلينا واقعيين، استحاله يكسب قصاد محمد صلاح. لا احنا شفنا يعني قد ايه كانت الدنيا قايمه، ده محمد صلاح لو كتب كلمه، لو صحي الصبح قال انا عطست بسبب اتحاد الكره، الدنيا هتقوم مش هتقعد. طبعا لان محمد صلاح اللي عامله اصبح حاله طبعا عند الشعب المصري، طبعا امل كل الشباب المصري ده كله. شوف عمل ايه في انجلترا، شوف الجماهير ليفربول بتحبه ازاي، طبعا شوف الاطفال الصغيرين وهم بيقلدوا سجدته وبعد ما يعني بقى في حاله فخر بينا ان في واحد مصري نجح النجاح ده. اما يكون واحد مصري وقف كده نجح النجاح ده كله، احنا نقف ضده ولا ندعمه؟ ما ده لازم نقف عندها. صحيح. نهاجمه ولا ما نهاجموش؟ لما يخرج عضو مجلس عضو اتحاد الكوره، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ويهاجمه، ده منطقي ولا مش منطقي؟ حتى لو صلاح غلطان، منطقي اللي عضو مجلس اداره كوره يطلع يهاجمه او رئيس اتحاد الكوره يطلع؟ مشكله اتحاد الكوره عندنا ان مفيش شخص واحد هو اللي بيتكلم، ما هو مفيش، كل واحد بيتكلم براحته يعني، كل واحد بيتكلم في اي وقت ازاي يعني، كل واحد عايز يعمل حاجه بيعملها. صحيح. ودوت مش موجوده في الاتحادات اللي هي يعني النادي الاهلي دلوقتي يطلع بيان يخاطب فيه اتحاد الكوره، فرئيس لجنه الحكام هو اللي يرد. طب اتحاد الكوره هو اللي المفروض يرد يا جماعه. رئيس لجنه الحكام انت لو عايزه صح، رئيس لجنه الحكام ما ينفعش يبقى عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. رئيس لجنه الحكام المفروض تبقى لجنه مستقله عن اتحاد الكوره، بمعنى ان قبل بدايه الموسم عشان يعرف اتحاد الكوره بيعرض اسم او اثنين يديروا اللجنه. صحيح. ويعرضوهم على الانديه، الانديه تختار تشوف عايزه سين او صاد. سين او صاد يدير اللجنه طول الموسم ومفيش حد يقدر يكيله منها. فدي مش موجوده عندنا، ده احنا عندنا رئيس لجنه الحكام هو رئيس هو عضو مجلس اداره الاتحاد المصري، هو ولي النعم على الحكام، لو مش عايز زوت بيشيله بمجرد قلم، عايز يحارب ده في اتحاد افريقي بيحاربه، عايز يبعد ده عن الاتحاد العربي ده ما ينفعش. صحيح. يعني مش كل واحد هياخد كل، مش الواحد بس في مصر هياخد كل المناصب. حقيقي. يعني المفروض انت عضو مجلس اداره خليك عضو مجلس الاداره، ولو في حاجه تحاسب من داخل مجلس الاداره تحاسب لجنه الحكام من خلال رئيسها، لكن ما تبقاش انت لما اجي، طب انا لما اجي احاسب رئيس لجنه الحكام احاسب عضو مجلس اداره ولا احاسب رئيس مجلس الحكام ولا احاسب عضو الاتحاد الافريقي؟ تنوع تعدد المناصب في شخص واحد دوت آفة من آفات التفاسد التحكيم في مصر. صحيح. أستاذ عادل أمين نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، نورتنا النهاردة، استمتعنا أكيد بوجود حضرتك. ربنا يخليك. الله يخليك. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك جدا. بشكركم طبعا على حسن المتابعة. أشوفكم بإذن الله يوم السبت اللي جاي الساعة 5 مساء، لكن بكرة هيكون معاكم زميلي أمير هشام. يوم سعيد عليكم.